نفس الشعارات للمرزوقي قالها قيس بن سعيد، ولكن قيس هو المرتبة الأولى والمرزوقي في مرتبة متأخرة جدا. ما هو السبب برأيك؟ نعم، هو في حقيقة الأمر أعتقد أن المقارنة لا تجوز، هناك أسباب أخرى موضوعية في تقديري، لابد من التأني والتعاطي بسؤادة مع هذه النتائج، لأنه فعلا نحن اليوم إذا تسونامي انتخابي بيتم معنى الكلمة، وهو منتظر في حقيقة الأمر لكل المحللين الموضوعيين إلا لمن اختار الهروب إلى الأمام. يعني كل المؤشرات كانت توحي بهذه النتيجة. قيس سعيد منذ سنوات لم يبارح المراتب الأولى في عملية استطلاع الرأي وثبر الآراء ومنسوب ثقة التونسيين في هذا الرجل. هناك عوامل متعددة، أولها اليوم نهاية المعطى الأيديولوجي، السرديات الكلاسيكية سواء كانت بورجيبية دستورية أو إسلامية سياسية أو يسارية ماركسية، هذه الأفكار لم تعد جاذبة خاصة للشباب، والشباب التونسي اليوم يبحث عن التغيير، والشباب التونسي الذي صوت بنسب عالية لقيس سعيد وهو في جله شباب غير مؤدلج وغير مسيس يبحث عن ما يمكن أن نسميه بثورة جديدة، بتصحيح مسار للثورة التونسية، لأن الطبقة السياسية التي حكمت بعد الثورة خيبت الأمال، ولأن هذه الطبقة كانت انتهازية إلى حد ما، هذه الطبقة لم تحقق وعودها الانتخابية. ولهذا اليوم حينما نتحدث عن سقوط السيستم، سقوط المنظومة السياسية، هو سقوط مدوي ليس فقط للسلطة الحاكمة بل هو للمنظومة سلطة ومعارضة. ولهذا نجد المرزوقي ونجد عبو ونجد عبير موسي يعني ومهدي جمعة وغيرهم من السياسيين يعني حققوا نتائج هزيلة بين ظفرين. أيضا هناك معطى آخر متعلق بعدم ممارسة السلطة، وجزء وقطاعات واسعة من الشعب التونسي اليوم ينظرون لقيس سعيد على أنه الرجل النظيف، رجل المبادئ، الرجل المتزهد، الرجل عرضت عليه في وقت سابق رئاسة الحكومة ورفض هذا، الرجل عرضت عليه منصب وزير العدل ورفض هذا، عرضت عليه أن يكون رئيس لقائمة حركة النهضة في تونس واحد في الانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 ورفض هذا، يعني بين وأنه غير متلهف للسلطة وأنه صاحب مبادئ ومتشبث بهذه المبادئ ورفض أن يكون بيدقا في هذه المنظومة التي حكمت تونس، وخاصة منظومة التوافق بين نداء تونس الذي يمثل المنظومة القديمة وحركة النهضة التي قدمت تنازلات مرة بين ظفرين حسب أنصارها. وهذا التلاقي بين القديم والجديد، هناك من يعتبر فيه شكل من أشكال الخيانة لقيام الثورة ولجرح الثورة ولشهداء الثورة بالنسبة لحركة النهضة. هناك معطى آخر أيضا متعلق بعوامل سوسيولوجية، السوسيولوجيا الانتخابية تغيرت، واليوم الهامش قام بما يمكن أن نسميه ثورة الصندوق على المركز اليوم. تقريبا لأول مرة شخصية مغمورة، شخصية ليست من العائلات الكلاسيكية السياسية التي تحكم البلاد، سواء ممن يسميها التونسيون لوبي منطقة الساحل وهو لوبي حكم البلاد على امتداد عقود، أيضا لوبي الحاضرة الكبرى وتونس العاصمة. فاليوم تونس العميقة، تونس الأعماق، تونس الهامش صارت عبر صناديق الاقتراع على المركز الذي تمثله منظومة كاملة بإعلامها، بنخبها، برجال أعمالها، بأحزابها السياسية. فعلا نحن اليوم إذا دروس وعبر عديدة لابد أن نتمعن أكثر في تحليل هذا الجانب. قيس سعيد يختلف كثيرا عن منصف المرزوقي، لا ننسى وأن منصف المرزوقي مارس السلطة، والسلطة عادة ما تفضي إلى تهرئة الشعبية لكل سياسي ما.